وصتني جداتي وقالت: يا بنتي ما تخافيش من عدوك، خافي من اللي قالوا نحبوك، لو كان يلقوا فيك الضربة ما يرحموك. يا بنتي الزين ما يبني خيام، وقليل الأصل علاش يتلام، والمال ما زين ليام. قالت: يا بنتي لا تهوني ولا تتكبري، لا تليني لا تجبري، الصادق يا بنتي ما يحلف، والواثق ما يبرر، والمخلص ما يندم، واللي حبك عمرو ما يمل. وصتني جداتي وقالت: ما تقطعي ولد حتى يبان حجاره، وما تمشي في الليل حتى يطلع نهاره، واللي يزرع الريح أكيد بنتي يحصد اخباره، وما يبقى في الواد غير حجاره. ايوي ما ينفع غير الصح، وما يقعد في الواد غير حجاره. هادو امثل شعبيه ولا اقوال تاع جدودنا اللي كانوا ناس بساطه، ما كانوا اطباء، ما كانوا معلمين، يعني كاقتباسات كاقوال من الواقع المعاش ديالهم، تجربهم الشخصيه كانوا يدولوا هادو كقعدت لنا. يعني صدقوني انا من الناس اللي تعلمت يعني من جداتي، ما شاء الله كانت كل حاجه ولا كل غلطه، كل ما تشوف زعما كاش حاجه قدامها ما عجبتهاش ولا تجوز عليها حاجه، تعطيك حكايه ولا تعطيك هكذا مقوله تقعد تشفع على المثل هذاك ولا الحكايه، وتزيد تتعلم الخطا ديالك، يعني اوتوماتيك مو تتعلم وتتربى، يعني ما تعاودش الغلطه ديالك، تكون فرحان بالهدوء. ماشي عكس، يعني حنايا هنا اغلب الامهات في هذا الوقت نربوا، يعني صدقوني رانا نربوا بواحد العياط بواحد العنف، والطفل ما يتعلمش، يعني نزيدو نطروشوه مسكين. هذه هي اللي حبيت نوصلها لكم، هما كانوا يربوا في غايمه بواحد الهداوه فيها نتعلموا المثل ونشفاو على الواقعه هذيك، وحنا تانت الغلطه اللي درناها مش حنزيدو نعاودو نطيحو فيها ان شاء الله. يعني كما يقولوا نعتمدوا هاد الامثال وما نساوهمش، حنا نداولوهم ونمدوهم لولادنا بيان سو، حنا نولوا الواقع ديالنا، نولوا الكوزينه اللي كما راكم تشوفوا هنايا، درت لكم وصفه هايله غير بالبطاطا. تقدروا ديروها يعني كمقبله ولا كوجبه ترافقوها باللحوم. انا هنا كما شفتوا كان عندي 4 حبات بطاطا، غليتهم بيان سو، قشرتهم غليتهم بالماء والملح. نتوما الا شفتوا البطاطا ديالكم اللي تشرب بزاف الماء، دو بريفيرونس تفوروها، يعني ديروها غير على البخار ديريكتومون. انا نحيتها قطرتها بيان سو، قطروها بيان كوم يلفو مما ديالها، رحيتها شتوني غير بهذيك الاله. دو بريفيرونس ما ديروهاش في الاشواغ ولا بالباتور، باسكو حتى تولي فريمون تطلق بزاف، تولي جاريه. خلوها غير بفرشيطه، يعني بشوكه ولا كيما درت انا بهذيك المعاسه اللي نمسو بها بطاطا. فوالا خليتها بردت شويه، زدت عليها شويه ملح، شويه معدنوس، درت عليها شويه ثوم اون بودغ، درت عليها اعشاب منسمه. هنايا درت شويه كركم، يعني الكركم، وزدت عليه شويه كيري، انا نحب نقول الريحه تاع الكوري، درت عليها الكوري. كاين يزيد دعما من الكمون، انا ما درتش الكمون هنايا، جبت حبه بيض هذا. واش درت نتوما الا حبيتوا توجدوها لافاي في الليل، تحطوها في الثلاجه تتماسك، يعني كل ما بردت هذه البطاطا تتماسك. تقدروا ديروها ما في المجمد، انا في بعض الاحيان نوجدها كي تكون عندي بزاف بطاطا ولا نديرها في المجمد، نحيها ديريكتومون ما نخليهاش ديكونجلا، ندير هكا كيما شفتوا. انا هذه الكميه حكمت لها غير حبه بيض، فوالا حبه بيض، نديرها ديريكتومون في لاشابلو هكا في الخبز، يعني هنايا خبز تكون مرحي. هنا برك البنات انا كيما شفتو ما زدت حتى حاجه في البطاطا، ما زدتني فرينه نيشا. نتوما الا شفتو البطاطا يعني تاعكم كانت تطلق الماء، زيدوا دو بريفيرونس زيدوا زوج ملعقات، زوج ملاعق تاع النشا، يعني مايزينا دو بريفيرونس، انا بريفير مايزينا، وكان يدير فرينه يعني تولي ليكم اختياري. وكي تحبوا تكونجليوهم وتنحيوهم يعني وقت الطياب برك، ديروا باطا يعني علبه اون بلاستيك سيباري، يعني درتوا الطبقه من التحت سيباريوها بالورق الزبده، زيدوا طبقه ثانيه. نتوما كي تجوا تنحوهم يعني ساهل، حبيتوا تنحوا غير طبقه ولا زوج تدخلوا التحتانيه مكونجليه، يعني ساهل ترفدوا غير هذاك لو بابي يجي معاه كلش، وما تخلوهاش بيان سور ديكونجلا هكذاك، ديروها ديريكتومون في الزبده عفوا في البيض كيما درت انا، وديروها في لاشابلو وقليوهم ديريكتومون. لا لا هنايا هكا قليتهم بهذه الطريقه، وشوفوا ما يشربوا الزيت ما والو، يعني قولوا معقوده ماشي معقوده، يعني تجي ما شاء الله ما تتحل، ما فيها ني فرماج ني غيان دو تو، ما تتحل هاي ليك شاده روحها. كيفاش تجي ديروها يعني كوجبه ولا كمقبله، ترافقوها تقدروا ترافقوها مع اللحوم، وتقدروا ديروها في رمضان مع الشوربه، يعني ترتاحوا شويه مع هذيك البوراك توجور. فوالا هاي ليك بعد ما طابت
تجي ما شاء الله. هاي اللي كان رفتها نبش مع لسلط، زيدوا معها اللحم وش حبيتوا. هذه هي الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتدعيوا لي بيان سو، وما تنساونيش بيان سو بدعواتكم. اللي مازال ما اشتركش في القناة ديالي نقول لكم الف مرحبا، ما تنساونيش بالاشتراك لدعم قناتي ويصلكم كل جديد. وطنق ذكرنا جداتنا نقول لكم ما تنساوش تدعو لهم، نقول لهم اللهم رتب قبور موتانا برحمتك ووسع مرقدهم واجعلهم تحت ظلك يوم لا ظل الا ظلك. ربي يرحم جداتي بيان سو وربي يجعل مثواها الجنة. نقول لكم تهلاو في روحكم في صحيحتكم في بعدكم وسائل الملتقى. أرضي من الله، سلام.